السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الساكنة ديال الولاد الطيب عامة وساكنة ديال الولاد الطيب السفلى خاصة. عندنا واحد المشكل هنا ديال المشكل ديال الأزبال. عندنا مشكل هنا ديال الأزبال، ما يعني ماشي في الصالح ديالنا أنه يبقى في الشارع العام على برا، وماشي في الصالح ديالنا أنه يبقى هنايا قريب للسكينة، حيث كاين واحد المشكل ديال دوك الناس اللي كيجيو يعني الله يحسن العوان كيجيو لتما كيهزوا داك الشيء اللي كيبيعوا وهادي كيخويو داك الزبل من 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 الحاويات ديالهم وكيهزوا اللي بغاو كيبقى داك الشيء مزرع. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني ديال النقص في عدد الحاويات تما، حيت ما كافيش لهاد المنطقة هذه. والمشكل يعني الثالث يعني نداء للساكنة انهم ما يصيفطوش الدراري الصغار يلوحوا الزبل تما، حيت ما كيقدرش انه يهز داك السطل عامر كبير او لاميكا ويلوحها في السطل داخل، كيضطر انه يلوحها غير مع جنب هذا. وهذا المشكل هذا يعني اللي كيخلي المشكل انه الروائح الكريهه بالنسبه للسكينه والمنظر البشع اللي يعني اللي ما كيتقبلوش اي واحد. ويعني وكنتمنى المكان هذا هما ديك الحشرات الضاره، يعني كما كنعرفوا راه دابا الحال سخون وهادي يعني كيجيو حشرات ضاره وروائح كريهه. كما كتعرفوا ملي كتكون الحراره والشمس والزبل كيجلس في الدار واحد المده واللي يخرج عاوتاني لتما ويجلس واحد المده، مع يعني شويه ديال التماطل ديال الناس ديال الشركه ديال الازبال عمال النظافه، يعني ما كاينش واحد الوقت اللي هو مناسب. مع المشكل ديال ان ديال السكينه ما ملتزماش بواحد الوقت انها تلوح الزبل، كتلوح الوقت اللي كان. واش فهمتي؟ هذا هو الرساله بالنسبه للمسؤولين انهم يتعاونوا معنا وحنا عاوتاني كذلك بيدينا نتعاونوا معاهم. حنا يعني بالنسبه للسكينه يلتزموا بواحد الوقت محدد، وكما سبق لي وقلت انهم يلتزموا يعني بنادم يبقى يخرج السطل بيديه ما يصيفطش الدري الصغير باش ما يتلحش ذاك الزبل على برا من الحاويه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. معكم رضوان الشادلي نائب رئيس جماعه ولاد الطيب. خرجنا كموعد اليوم كموعد كحمله تحسيسيه لسكنه ولاد الطيب على الازبال اللي كتعرفها الطريق الوطنيه رقم 8 الرابطه ما بين فاس مطار سايس فاس بتنسيق مع السلطه مع رجال السلطه كحمله تحسيسيه لهذه السكنه جماعه ولاد الطيب على حسب رمي الازبال على الطريق الوطني رقم 8 باش الناس ما يعاودوش زعما يقوموا برمي الازبال على الطريق مع جنب الطريق الوطنيه. والحمد لله درنا حمله تحسيسيه والحمد لله لقينا واحد الاقبال كبير مع الساكنه ديال ولاد الطيب، جاوبوا معنا ورحبوا بالفكره على حساب الطريق هذه باش تكون حله جديده وتكون طريق كما نقولوا طريق نظيفه وما يكونش فيها الاوساخ ولا هادشي ديال الازبال. بسم الله الرحمن الرحيم، يونس البوشري نائب رئيس جماعه ولاد الطيب. كنشكروا اصوات على التغطيه ديالها. الحمد لله اليوم السبت جينا في هذا باش نفكوا واحد المشكل بشراكه مع السلطه ومع اوزون، وحنا كمجلس جينا باش نوعيوا الناس حيت كان عندنا مشكل ديال لي باك كانوا عندنا محطوطين في الشارع الرئيسي، وراكم عارفين الحمد لله حنا مقبلين على كاس العالم وعلى هذه، بغينا نحيدوا دوك لي باك من الشارع الرئيسي وكنحطوهم في واحد في الشوارع في الدروبه وفي واحد المنطقه اللي كتكون ما كتضرش الساكنه. وحنا الحمد لله غادي نديروا ان شاء الله السبت المقبل غادي نوعيوا الناس باش ما يبقاوش يخرجوا الزبل ديالهم للشارع، حيت شارع رئيسي والحمد لله جاي في طريق المطار. بغينا نحيدوا دوك الازبال من الشارع الرئيسي وغادي نحطوهم ان شاء الله في الدروبه وفي الازقه، وخص غير الناس يوعاو. وحنا اتفقنا مع اوزون ان شاء الله باش المواطن يضبط الوقت ديالو فوقاش يمكن له يخرج الازبال. الازبال خصها تخرج في واحد الوقت محدد، وحنا التزمنا مع اوزون والحمد لله غادي تضبط الوقت ديالها وغادي تجي في وقت محدد
وغادي تكون تنسيق مع الساكنة ومع السلطة ومع المجلس. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.